الحجاب. الحجاب شرعا هو ستر المرأة جميع بدنها وزينتها عن غير محارمها، وحتى يعد الحجاب حجابا شرعيا لا بد من توافر 4 شروط فيه: ألف، أن يكون ساترا لجميع البدن، باء، أن يكون كثيفا لا يشف عما تحته، جيم، ألا يكون زينة في نفسه، دال، ألا يكون محظورا شرعا. لذا ينبغي التنبيه على بعض التساهل الواقع من بعض النساء بكشف شيء من أبدانهن. اتفق العلماء قديما وحديثا على وجوب ستره، مثل إظهار جزء من شعر الرأس أو النحر، كشف الساعدين، كشف الساقين، النقاب أو البرقع. لبس النقاب أو البرقع جائز بشرطين، هما ألف، أن تكون فتحته بقدر الحاجة وذلك بقدر العينين، بحيث ترى المرأة طريقها وما تحتاج إليه، فلا يتوسع في فتحة النقاب أو البرقع حتى تظهر المحاجر تحت العينين أو الخدين. باء، ألا تتبرج المرأة في عينيها بوضع الكحل أو غيره من المساحيق مما يظهر زينتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.